دعوة يسوع امكثوا ها هنا واسهروا معي التي رواها القديس متى امتدت عبر القرون ووصلت إلى أيامنا هذه. لا يزال بستان شجر الزيتون واحدا من أكثر الأماكن زيارة وجذبا في القدس للحجاج المسيحيين. بداية فصل الخريف هو وقت خاص لأنه وقت قطف الزيتون. أظهرت دراسة أجريت على أشجار الزيتون في بستان كنيسة الجسمانية بتكليف من حراسة الأراضي المقدسة أن جذوعها وأغصانها يعود تاريخها إلى حوالي 900 عام، مما يجعلها من أقدم أشجار الزيتون المعروفة. تنتمي أشجار الزيتون إلى صنف أصلي واحد، وجميعها لها نفس الحمض النووي أيضاً، مما يعني أنه تم تكاثرها عن طريق قصاصات النبتة الأم. بعد عيد الأب السرافيم القديس فرانسيس، تدعو أخوة كنيسة الجسمانية المكرسين والعلمانيين والمؤمنين المحليين إلى قطف الزيتون من الحديقة المقدسة. أشجار الزيتون هذه هي شهود الصامتة لعذاب الرب ليلة الخميس المقدس، والزيت الذي يتم الحصول عليه من هذا الزيتون تعصره عائلة من بيت لحم، وهو تقليد موجود منذ عدة قرون. يستخدم هذا الزيت في يوم الخميس المقدس خلال قداس الميرون. يترأس البطريرك القداس في كنيسة القيامة، حيث يبارك زيت المرضى وزيت الموعودين والميرون، وتوزع بعد ذلك على مختلف رعايا الأبرشية. إنه لمن دواعي سرورنا نحرس هذا المكان، حيث نطلب من الرب عطية السلام. هذا العمل هو تقدمة، إنه صلاة نصليها لجميع مرضى فيروس كورونا، وأيضا لجميع الحجاج من جميع أنحاء العالم الذين ينتظرون العودة لزيارة أماكن خلاصنا وهذا المكان المقدس في كنيسة الجسمانية. إن لمس هذه الأشجار المليئة بالقصص يثير بالتأكيد عاطفة قوية. يشارك اليوم في الحصاد الجماعة الفلبينية من رعية القديس أنطونيوس بيافا، وهناك أيضا جماعة جيش المسيح، وفي فترة ما بعد الظهر ستأتي جماعات أخرى لإكمال قطف الزيتون في الجسمانية.